مساء الخير من الـ LBCI، وهذه عناوين نشرة الليلة. الحوثيون على أبواب عدن وحشود سعودية على الحدود. من هو منتحل الصفة الذي يشفي من كل الأمراض؟ والـ LBCI تفتح ملف السدود في لبنان، حل لأزمة المياه أم بداية لأزمة جديدة؟ نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وريمي درباس. مساء الخير. اليمن لن ينتظر القمة العربية المزمع عقدها السبت المقبل في شرم الشيخ، والتي يفترض أن تبحث بتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة. فالحوثيون باتوا على أبواب عدن، والمجمع الرئاسي يقصف من الجو، وسط تضارب في الأنباء بشأن مكان وجود الرئيس عبد رب منصور هادي. وحتى الساعة ما من جواب على الطلب الرسمي اليمني بتدخل عسكري عربي، باستثناء حشود سعودية على الحدود وصفت بأنها دفاعية ليس إلا. وإذا كان اليمن ينتظر قرارا عربيا بالتدخل، فإن الرئيس العراقي فؤاد معصوم ينتظر توجيه قوات التحالف الدولي ضربات جوية في مدينة تكريت، بعد فشل قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران من طرد مقاتلي التنظيم بعد معارك استمرت 3 أسابيع. أما في سوريا التي تتوقع معركة قريبة في الجنوب، فقد تمكنت المعارضة من السيطرة على بصرة الشام الواقعة بين درعا والسويداء، وقد بثت مشاهد من داخل البلدة تظهر معارضين ينزلون علم حزب الله عن قلعة بصرة. وفي موازاة هذه التطورات الإقليمية، تابع الرئيس فؤاد السنيورة الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية، نافيا أي علاقة للرئيس الشهيد رفيق الحريري بقانون محاسبة سوريا، كما أعلن أنه ليس في موقع يمكنه من اتهام حزب الله باغتيال الحريري. بيئيا تفتح الـ LBCI ابتداء من الليلة ملف السدود في لبنان. هل فشلت التجارب السابقة أم نجحت؟ وأي مصير ينتظر السدود المقرر إنشاؤها؟ كما سنكون في سياق النشرة مع قصة منتحل صفة يدعي شفاء الناس من السرطان وأمراض أخرى.